في إطار الاحتفال باليوم العالمي للرياضة، احتضنت أكاديمية تيبو عين السبات تظاهرة في كرة السلة، والتفاصيل مع حسن فاتح. كما هو الحال في كل المعمور، واحتفالا باليوم العالمي للرياضة وترسيخا لقيمها النبيلة، احتضنت أكاديمية تيبو عين السبات احتفالا بهذه المناسبة لفائدة أطفالها من خلال مبادرة تروم وتعريف هؤلاء الأطفال بالغايات والأهداف المتوخاة من الممارسة الرياضية أولا، وأيضا الاحتفال باليوم العالمي للرياضة ثانيا. وتعلمنا بزاف ديال القيم، منهم الشجاعة والقوة والالتزام والروح الرياضية والتضامن. كبار لاعبي كرة السلة، كرة القدم أو كرة المضرب انطلقوا من تعلم المهارات الأساسية والعمل بجد ومثابرة، طوروا مهاراتهم في القيادة والعمل داخل الفريق. وقد تم في ذات الوقت توزيع العديد من المعدات الرياضية بهذه المناسبة، خصوصا الضرورية لممارسة كرة السلة وفق الشروط الصحية الضرورية، والتأكيد في ذات الوقت على قيم التضامن من خلال الرياضة وأيضا من خلال هذه المبادرة. شارك الأطفال في 8 ورشات خلال هذا اليوم العالمي للرياضة الذي مر في أجواء جيدة. نحن سعداء بإرضاء هؤلاء الأطفال. نحتفلوا بالاطفال ديالنا اللي في المراكز ديالنا ديال كره السله في عين السبع وسيدي مؤمن، وكان واحد الورشه ديال كره السله حول القيم ديال كره السله، كان العمل الجماعي، الفير بلاي، لو ريسبي ايتترا. الاحتفال باليوم العالمي كان فرصه ايضا للاطفال لتجاوز حدود الممارسه الرياضيه المعتاده الى ما هو اسمى، اي الغايه التي خلقت من اجلها الممارسه الرياضيه.